هاد الشهر محلول اصحاب الكريدي محلوله. عندي محاميه اصحاب الكريدي كتفرجوا ازيك الغفله ابو غالي ازيك الحلوه بالعسل والله ما خلى انت ما تضربوش جيت مع ادم كاع ما خصني غير نسكي بحياتي جا نعاني عاد دخلت لعب معاه جو قلنا نطرح حكينا مياميتشي مياميتشي اليوم غادي نوريكم المشروع اللي درت فاش كنت في الطانية واللي نقابلو المهلوك عماني بينتو واليوم جات الفرصة فين نبينو هاد المشروع هو واحد لاصال كنت درتو انا والمجر والمهلوك علاش درتو على قبل داك الدري محسن اللي كتلعب ثانوي داك الكومبا وفرجخني بديك الكومبا كاين انا قلبي بيض ومسكين داير معايا الفلوغ وتبارك الله بطل ولكن ما جابشاش الظروف تبارك الله بشي ولي يلعب شي حاجه بروفيسيونال ولي يزيد لقدام هو تقاتل مسكين بزاف وكان كيتغني بالحجر والمياجور ولكن ما جابشاش الوقت كان كيجي الوجه ديك الايامات وقلت لهم جا شوف دبر لي فشي لاكاب ونديرو شي لاصال هو يتغزق على الله وحنا نتغزقو على الله صافي ويدير لي لاصال انا قلبي بيا درت مع هاد الشيء كامل ولكن ما نسيتش التفرشي اللي كان كيعطيني التفرشي خلاص اللي كان كيعطيني كيشوف فيه قدام بنادم اليوم غادي نمشي لاصال وغادي ندير لي مفاجاه وانا غنوريكم مفاجاه واحد جوج ثلاثة ها هو والله يا محسن يا اليوم تيرد لك ظهرك رطب من كرشك رطب واه دفنو واه دفنو تحت الارض حتى دخل فات على الارض والله يا محسن اليوم تغي جبروني جبروني تباه مالك خاصك تهبط هذا جيبوني والله يا محسن تعدى على وسامة ديالي تعدى عليا فرشة طيارة ها وقتي في الطيارة من تايلاند جا تركي من الفوضى انا صح انت والله ما كنت واخا راسك البغل بات البغل والله تدبرش عليا موالف اي مام والله يبك اي مام اي مام هذا مين فكك معاه طيطوال دابا المشكلة هذا محسن ما عارف والو ولكن باش ما يعيقش غادي نلبس البغانة من الجلة جيبوا لي محسن با 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 والله بنحتاج معاك هاد والله تيسكرك اليوم يضربك بشي كروشي تا غيسكرك بلا شراب غتسكر بدقه غتسكر اليوم دير قبي القب ما خصوش تشوفنا وغي دير عن عينيع اه والله خويا محسن تا اليوم غيفرشك تعب هو الكيلو محسن خويا تشري موبل كاع ما تلقى خدام معنا في لاصال كاع ها انت والله اسيدي بالله ملي غادي تشوف هاد الفلوق حيت دابا هو ما عارفش راه جايبو غانم والله اسيدي ربحتي بو غانم تا نعطيوه الا ربحك نعطيوه ليه ولا لا بو غانم داير بحال ساعة الليل طاع عينيع سير 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 محسن غادي تموت موت الضربة وخلا وما خلا كي جاتك الغفلة أبو غانم كي جاك حلوة بحال العسل وخلا وما خلا أنا غريب أنا غريب محسن اليوم غتموت محسن اليوم غتفرش فوق ومحسن اليوم غيموت واحد زين واش صاحبي هاي هاد العياقه ديالك اليوم غتوصل للصاله يا ميتشي وهذا هو لاصال عندنا الباب شويه مضيق ولكن نضيف بانيل المغرب جمعيات أسود الفضل علاش قلت جمعيات أسود كوبنهاغن المجر
واحد القضيه تحاسبوا عليها المشرف هذا الشيء اللي جانا لا ما صافا على عندنا ب 2 مليون كنصحاب ديال فيها خان بجليش يجي جوج ديال العبار باش 2 مليون ما كنتش طاب فيها صافي هذا باب المشرف هذا باب ما شنو باب هذا وشنو هذا بيدخل الشن عيني عاعر اجي العيني عاد تدخل عرض ها ها عيني عاعر ما يدخل ومن وين عيني يدخل بحال هكا عرض ما يدخلش من اللي وين عليها خلاص شي حاجه جبنا البونه طلع جبنا البونه وحطنا غبر المجرش المهم هذا هو العصار وهاد البوطه اللي غالي ولا بغيت تسافرنا للحبس شوفوا هذا كان الناس خون شوفوا اه اللي بغاو يدوروا شو خاصهم يحترموا والله العصار ويسلموا عليا قلت لي قلت لي عليهم سلام عليكم 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 سلام هذه أطلس اسطل بجملونة هذه أطلس مديتي هذاك شاعر فعلا بعد ودغيش يا بنتي كل شيء سامع علي المطار الصباغة الكراسة ديال الحديد كي الحاجة اللي ما سامعش على المطار شوفوا شكون اللي مقابل لاكيس وغير اللي مقابل لاكيس هناك وقف 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 هناك نقول مالو غلط وقف وقف هناك نقول لا واكل راسك واكل 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 دابا شكون كان في الطاليا شكون كان في الطاليا هذا يا العربية حنا عندنا لاصال 6 شهور حنا عندنا لاصال كيقولوا لي حنا باقيين غير كنخسروا على هاد لاصال شهور انتوما كتخسروا على لاصال ايه واش كاين دابا هذا الشهر محلول اصحاب الكريدي محلولنا عندي محامية اصحاب الكريدي كتفرجوا والله تنصيب لكم الحبس عندي محامية في طاليا كنخلصها خاصنا محامية انترناسيونال عطيني اصحاب الكريدي دابا علاش ما تجيش نعيني عا هو اللي تجي لبيتش نعيني على الربح ما غنبان مازال هذا شويه هادو اللي بنادم كنخلص هادو اللي غادي نقول سميات وموجدو راسكم للسيد على السيمانه الجايه يوسف عناب جمهور بلال جمهور صهيب نتوما خوت هادو راه هما اللي مخلصين بالصبر هادو ما واعطيني فلوس بعدا ديال هادو اللي مخلصين زعم عطيني فلوس هادو اللي مخلصين وهادو اللي ما دايرينش هذا معنا الياس انحوت مبشوري اوجد مانطه السيمانه الجايه عوكاشا ايتاج الجمهوري تي بنت عطينا النص ما عطيتيناش جناح النساء هذا الشهر محنون اصحاب الكريدي محنون الكريدي شوي الحمد يا ميتي انا حاط جد المليون كاش وشوش باش غادي نبدا ناخذ فيه شوف اش غنبدا ناخذ فيه مليون كاش 10 سنين وموحان نجمع جوج المليون وكلت عليك الله المهلوك والمجار لا الكريدي بالحس خلصنا البارح حس خدينا دولنا يا ميتي باش ماشي ملي ندخل لي بوغانم تقولوا لي حكاش عليه انا غنعاود نفكروا في ديك المره غنعاود ثاني نلبس وندخل معاه ونشوفوا شي يحن فيا ولا لا وشوف انا عارف والله باغي يحن فيا ولكن انا غنجربو واكسين بابا ديالنا محسن سلام كيفاش بخير الاول كان العدو ديالي دابا غا ولا خدام تبارك الله كيجبد لنا فلوس هو كيدبر على راسو حنا كندبروا على راس ولكن المهلوك راه ما عطاني والو اخويا والله حتى قال لي كلمه خويا شنو وليت
هو اللي شاد باك نفسه يا اخو خلي شي فاكي سوا فاكي اخويا احنا غادي نفايت احنا خاسر 6 مليون اخويا غادي نحاسبها هو تعرف غادي ناخذ رزق وانت هو خذ راسك اصحي باش ياك مازال انت مقمطك المالو لا تعطيني رزق اخويا شوف هذاك الشيء الاخر ما تيدير هاكا كتبو كيعطيك 50% 50% ديالنا ما كايناش كريدي فهمت تسطع دابا محسن دول كتلعب معايا الكومبا الله يعمر غدار كيما قلت لكم قبيله وانا غنهد محام تغصبوا فيه على الله هو تغصق على الله وانا نتغصق على الله ولكن غباقي حالف عليك من ديك التفرشيخه ديال ديك النار انا غنمشي لايطاليا انا شبعت باستا بيتزا وهذا الشيء خاصني نموت او خدع واخا شي خاصني نعبر واخا درتي ليا الحياه كامل ولكن راه جيت في العصر انا غباقي نشوف خير هو ديما كيدير فيا الخير والله قبل ما نتشهر يهز معانا كلشي في الدار تعامل معانا مهضي فينا مسكين حتى هو والله الا الله يعمرها دارنا ولكن انا نفسي خايبه مرحبا شوف جيت العصر مرحبا تسمع صوفا ما تحنش مرحبا تلاك عارفني عصبان واتسي ولكن انا ما نضربش الا وقت ليا خاصني ندخل معاك قدام باش عارفو مول المحال كابا انت كيف نضرب الشوط ولا بالسروال لا بالسروال اه بالسروال سر القوة ديالي اللي كنت غيري في الصلعة ديال العينيها انتو خاصك موشي فيه اللي تقدر صافي هي ما غاوكمش العضلات اسمع اسمع اصلا انا عندي البروجيات مع ادم كاع ما خصني نغيسكي بحياتي جا نعاني عاد دخلت لعب معاه شي راه صاحبي تعدى عليا هذا وهذا لا 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 معايا كي دخل معاه الصغف قلت لي ما تضربوش بزاف قلت لي ما تضربوش بزاف عارف الضرب قلت
السيم كاينينش غير النب الدراري. كاين لاسيمو سنين لا ما كاينش. ما كاينه. صافي هاك المهلوك يلا محسن الشوط يلا محسن بيني تبروديش ليش بدا نلعب مع بحال هكا تقصد تلعب مع غبي غنمشيو للحبس انت مولا صاحب كذا صاحبي صاحبي يس قال يس صافي يا اخويا الله صار ماشي ديالي ديال الله صار ديالك عقدي